فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: متى تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ متى إيش؟ متى تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ ما فهمت. متى تقرأ قل يا أيها الكافرون؟ تقرأ؟ إيه نعم، تقرأ في راتبة الفجر وراتبة المغرب، هذه السنة، لأنهما، وكذلك في ركعتي الطواف، لأنهما يشتملان على نوعي التوحيد. قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من قال كلمة في هذه الأحوال الثلاث، في راتبة الفجر، في راتبة المغرب، في ركعتي الطواف. نعم. فضيلة الشيخ، وكذلك تقرأ في الشفع والوتر، من الوتر. نعم.